Très bien. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مهم 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 بزاف، كيف ما كتشوفوا سور لا سلايد، لا بلو بيل افير دو موند، يعني أحسن افير اللي ممكن نديروها في لو موند، هي لافير ديال المقاولة ديال القرن 21. يعني غادي نحاولوا نطرقوا شنو هو ديجا هاد المقاولة ديال القرن 21، شنو هما المميزات ديالها، شكون الشركة اللي كتمثلها، شنو غادي تربح منها، وشنو كيخص يكون فيك كاركتيرستيك باش تقدر دير هاد ان شاء الله هاد المقاولة هذه. ولكن قبل ما نبداو نطلب منكم طلب، حنا الآن مجموعين إن شاء الله باش نناقشوا هذا الموضوع كامل بلي ديتاي ديالو، ولكن أول حاجة ما كرهتش منكم نشوفوا بعضياتنا، يعني نأكتيفيو لي كاميرا إلى كان ممكن. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، اسكو ممكن تاخدوا ان بلوك نوت، ستيلو، ورقة، نسمعوا مزيان ونكتبوا، حيتاش مزيان الإنسان ياخذ المعلومة ولكن غير السمع ما كتلصقش في الدماغ، كيخصنا نكتبو. وغادي نسولكم من بعد، نطرح عليكم شي أسئلة، يعني كيخصكم تكونوا خديتيو دي نوت. فوالا، شكرا بزاف ليكم، شكرا للحضور ديالكم. نقدم لكم نفسي، دونك انا إيمان بوزوباع، غادي ندير هاد لا بريزونطاسيون ان شاء الله برفقة السيد الماناجر استور ديالنا سي يونس كتيب، القائد اللي هو قدوة لينا حنا كاملين، ولي الشرف اليوم نكون معاك في هاد لا بريزونطاسيون ديال لو بروجي ديالنا ان شاء الله. دونك إيمان بوزوباع، 36 سنة، أم لطفلين، كنسكن في قنيطرة. أنا صراحة إلا جيت نعاود لكم الباركور ديالي، باركور طويل بزاف، ولكن بخلاصة جربت شنو هي لو سالاريا، يعني تقريبا خدمت واحد مدة ديال يعني تقريبا 10 سنين كسالاريي، موراها خدمت ك يعني مقاولة في لونتربرونيا كلاسيك، يعني في المقاولة الكلاسيكية، والحمد لله تلاقيت بهذا لو بروجي اللي هو رائع رائع جدا، واليوم انا 100% مع المقاولة الحرة. اول حاجة اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ليها هي شنو هي سيونس. ممكن تدوز لا سلايد الثانية، جات على خاطرك. فوالا، حنا اليوم الا كنا مجموعين ان شاء الله في هاد لا بريزونطاسيون، كنظن كل واحد فيكم عنده انتظارات، يعني كل واحد اشنو الانتظارات ديالو من هاد لا بريزونطاسيون او في الحياة اون جينيرال. كاين الناس اللي عندهم انتظارات عندها علاقة بحرية الوقت، بحالي انا يعني كأم كنت بغيت نكون عندي الوقت اكثر لوليداتي. كاينين ناس واحد اخرين اللي كتهمهم اكثر التنمية الذاتية، كاينين ناس اللي من الانتظارات ديالهم هي مساعدة الاخرين، كاينين ناس اللي عندهم الانتظار الكبير ديالهم وهو صحة افضل، وتقريبا الناس كاملين عندهم الانتظار ديال الحرية المالية. كاينين الناس اللي باغيين يكون عندهم واحد يعني العيش، طريقة العيش اللي هي مختلفة، يعني واحد اللايف ستايل اللي هو مختلف، يكون عنده سفريات ويقدر يكون يعني كيعيش حياته بواحد الطريقة اللي هي مريحة. هاد الانتظارات هادو كاملين تقدر يكون عندك كلهم كاملين، كم تقدر تكون عندك انتظار أو جوج أو ثلاثة. دابا الله يخليكم، إلا كان ممكن خدوا ديك الورقة وداك ستيلو او داك لو بلوك نوت، وغادي تكتبوا شنو هما الانتظارات ديالكم، واش التنميه الذاتيه، واش السفريات، واش حريه الوقت، واش تقاعد فاخر، يعني كتتوجد للتقاعد ديالك وتقاعد بطريقه اللي هي مرتاحه، واش هي الحريه الماليه، واش يعني تقدر يكون واحد يقدر يكونوا كاملين، ولكن في هاد ليتاب لا بريزونطاسيون ديالنا ما كرهتكم شيء، تكتبوا كل واحد فيكم شنو هي الانتظار ديالو او الانتظارات ديالو. سيونس لا ديابول ماجيا.
الوغ هاد الانتظارات اللي عندنا بغينا نحققوهم بواحد الطريقه. حنا اليوم غادي نهضروا على ان سوبور اللي هو صراحه قدر يوصل بزاف الناس يحققوا الانتظارات ديالهم. هاد لو سوبور اللي كنهضروا عليه هي واحد الشركه عالميه مولتي ناسيونال اللي حاضره يعني في اكثر من 160 دوله، اللي باردون اللي حاضره في اكثر من 160 دوله، اللي تقريبا العدد ديال المقاولين اللي فيها في العالم اكثر من 10 مليون ديال المقاولين، وعندها رقم معاملات عالي جدا اللي كيفوت 3 ديال المليار ديال الدولار سنويا. هذا على المستوى العالمي، يعني ملي كنهضروا على Forever Living Products يعني راه واحد الشركه اللي عندها واحد ديستوريك ديال اكثر من 45 سنه، يعني واحد الشركه اللي كبر مني انا براسي يعني عندها تبارك الله واحد يعني واحد اكسبيرينس كبيره وواحد الصدى كبير ومده طويله باش هي حاطه البلاصه ديالها في لو مارشي. وبالنسبه للمغرب فور ايفر دخلت المغرب في 2006، كاينه لو سياج ديالها في الرباط، يعني عندها ان سياج ليغال اللي كاين في الرباط في العاصمه. عندنا في المغرب اكثر من 40 الف مقاول اللي هو ناشط، وفي المغرب بوحدو الرقم ديال المعاملات ديال فور ايفر ليفين برودكتس كيفوت 24 مليار سنتيم سنويا. يعني واحد لا سوسيتي اللي عندها اكثر من 45 عام وغير في المغرب بوحديتها راه كدير ان شيفر دافير يعني رقم معاملات اجمالي اللي كيفوت 24 مليار، واحد الشركه اللي تبارك الله خدامه. هاد الشركه هادي عندها اساس اللي هو قانوني، ما حد عندها ان سياج، كتخلص ضرائب ديالها يعني ديكلاري في البلاد، الشركه اللي هي قانونيه والنظام لها غير هرمي. هنا كنفتح هاد القوس هذا، يعني الى اليوم اجتمعنا باش نهضروا على هاد لو دومين هذا، ما كرهتش كل واحد فيكم ياخذ واحد الوقيته. مدام إيمان، مدام إيمان، جو بونس مدام إيمان مشى ليها الصوت، كنظن غالبا تكون مشات ليها لا كونيكسيون. إذا اون اتوندون إن شاء الله رجعنا لمدام إيمان. إذا فوالا، ما كاينش شي بروبليم في لا كونيكسيون عند مدام إيمان. على العموم شكرا مدام إيمان، اون اتوندون ترجع إن شاء الله. إذا كنقولوا بوكوا فور افاغ، علاش كنختاروا فور افاغ؟ وبطبيعة الحال غربطوها بليزوبجيكتيف ديالنا، الأهداف اللي حطيناها كيف ما قالت مدام إيمان في البداية. فوالا مدام إيمان جات، أوكي فوالا، تفضلي معنا مدام إيمان. سي بون، اسمحوا لي ان بتي بروبليم مرحبا تكنيك. مرحبا. دونك كيف كنت كنقول بالنسبه للحضور ديال فور ايفر ليفين برودكتس في المغرب، يعني هي ممبر يعني عضوه في الجمعيه المغربيه ديال البيع المباشر، وعندها حضور اللي هو قوي وحضور اللي هو قانون. سيونس سلايد الاخرى عافاك. الو، كيف قلت لكم حنا كنهضروا على واحد الشركه اللي هي عندها واحد الحضور عالمي، شركه قويه اللي كاينه في اكثر من 160 دوله. يعني اليوم الشركه ديال فور ايفر ليفين برودكتس كتوفر المقاولين ديالها واحد نظام اللي هو قائم و يعني كيعطي نتائج من هذه 45 عام، وماشي غير في المغرب بوحديتو، يعني في 160 دوله. اختار الدوله اللي بغيتي تخدم فيها، الا ما بغيتيش تخدم غير في المغرب بوحدك.
بالنسبة لفوريفر ليفين برودكتس، هذا الاسم هذا مربوط بواحد النبتة اللي هي حد الآن كتسمى النبتة المعجزة. علاش؟ حيتاش باقي الأبحاث العلمية كل مرة كتكتشف امتيازات جديدة في هذه النبتة، يعني باقي الأبحاث ما سالاوش، يعني كل مرة كنتفاجئوا بمعلومات اللي هي جديدة اللي مربوطة بهذه النبتة هذه. النهار اللي بدات فوريفر ليفين برودكت بدات بهذه النبتة هذه، واللي كان الهدف ديالها بطبيعة الحال توفير ديال الراحة اليومية للمستهلكين ديال النبتة ديال الويفيرا. ولكن علاش الويفيرا بالذات؟ بين قوسين فوريفر ليفين برودكت هي أول منتج في العالم ديال هذه النبتة ديال الويفيرا. دونك كلشي تقريبا كيعرف هاد النبته، كلشي كيسمع ليها من هاد السنين، وكانوا بزاف الموجات ديال الناس اللي كيطلعوا كيهضروا على النبته ديال الويفيرا. خصنا نعرفوا بان الويفيرا اللي هي اللي يهضروا عليها الويفيرا باربادنسيس ميلر، يعني هي اجود نوع ديال الويفيرا اللي ممكن يكون صالح للاستهلاك، يعني ممكن تاكلو ولا تشربو او لا تستعملو على البشره ديالك. هذه النبته ديال الويفيرا سبحان الله العظيم هي فيها اكثر من 270 عنصر غذائي، يعني فيها اكثر من 20 معدن، فيها اكثر من 12 فيتامين، فيها الاحماض الامينيه، فيها الانزيمات اللي كتعاوننا على الهضم. عندها فوائد هي على الصحه داخليا، وعندها فوائد حتى بالنسبه للبشره. يعني هي كانت كتستعمل حتى العلاج ديال الحروق، مرطبه للجلد، كتجدد الخلايا ديال البشره، كتعزز المناعه للداخل، يعني ملي كنستهلكوها الداخل، او لا كتعزز المناعه حتى ديال البشره ديالنا، باسكو البشره ديالنا هي اول جهاز مناعي عندنا في الداس ديالنا، وكيحمينا من اي حاجه اللي غادي تجينا من برا وتقدر تأذي الداس ديالنا. الوغ بالنسبه للفوريفر ليفين برودكتس، كيف قلنا شركه عالميه، شركه قويه، شركه اللي عندها واحد الحضور اكثر من 45 عام، يعني نص قرن. ما يمكنش غادي تعيش هذه الشركه نص قرن الا ما كانتش بازي على واحد الاساس اللي هو يعني واحد لي فونداسيون صحاح. هاد الشركه هادي وفرت لينا عده اسواق، يعني عندنا الاسواق اللي هي عندها علاقه بلو بيانات بالراحه اليوميه، عندنا اسواق اللي عندها علاقه بالعنايه الشخصيه، عندنا اسواق اللي عندها علاقه بالعنايه بالبشره، وعندنا اسواق اللي عندها علاقه بالرشاقه والتحكم في الوزن، وعندنا منتجات خليه النحل. فوريفر ليفين برودكتس كتعتبر يعني بين اول يعني شركه اللي كتنتج النحل بلوتو العسل في العالم، ومنتجات خليه ديال النحل. يعني عندنا خمسه ديال الاسواق متعدده، وماشي يعني وقفنا في هذه الاسواق يعني في التعدد ديالهم، ولكن السر كاين كذلك في الجوده ديال هاد المنتوجات اللي حنا كنتكلموا عليهم اليوم. هاد الاسواق كلهم خمسه اللي هضرت عليهم، كل سوق فيهم كتلقى حاضره النبته ديال الويفيرا بقوه، بطبيعه الحال من غير منتجات خليه النحل او لا بعد المكملات الغذائيه، ولكن الغالبيه ديال المنتوجات كتكون داخله فيهم النبته ديال الويفيرا. ولكن ماشي غير هاد الشيء بوحدو اللي كاين، هاد المنتوجات كاملين عندهم معروفين بجوده عاليه من خلال شواهد الجوده اللي كتمتاز بها، يعني شواهد جوده ديال ايزو، شواهد جوده ديال ديرماتيست. يعني بالنسبه للمنتوجات العنايه بالبشره، يعني هاد ديرماتيست هاد كتعطى المنتوجات اللي كتكون كتصلاح البشره الاكثر حساسيه. عندك هذا الشهاده ديال جلوتين فري، يعني خاليه من الجلوتين بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين. والاهم من ذلك وهو الترخيص ديال وزاره ديال الصحه ديال المغرب، ولكن ماشي غير وزاره الصحه ديال المغرب بحديثها، وزارات الصحه ديال 160 دوله، يعني عندها 160 ترخيص ديال وزارات ديال الصحه عبر العالم. دونك حد الان
فهمنا شنكون هي شنو هي فوريفر، شنو هو النبتة اللي هي الأساس ديال المنتوجات ديال فوريفر، فهمنا شنو هما الأسواق اللي كتقترح علينا الشركة ديال. بغينا نعرفوا شنو كان ديروا مع فوريفر، كيفاش ممكن نخدموا، يعني حنا الا كنا مجموعين اليوم بغينا نعرفوا هاد الطريقة ديال العمل او اشنو غادي تقدر توفر. Ça passe pas. وي اسمحوا لي كمان ما سمعتش وقيله جو بونس ممكن عفاك غير تزيد في السلايد. وي بيان سور طبيعه الحال. الو حنا شنو كنديروا مع فور ايفر؟ حاجه اللي هي سهله بزاف 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 وكل واحد فينا كيديرها في لو كوتيديان ديالو يوميا، كنديروا نفس الحوايج ولكن ما كنردوش لهم البال مع بزاف ديال المنتوجات ولا بزاف ديال لي سيرفيس اللي ممكن كنلقاوهم في يعني في الحياه اليوميه ديالنا. اول حاجه هي كنستهلكوا المنتوجات، يعني باش كتستهلك المنتوجات كتلقى واحد لا ساتيسفاكشن، يعني كتكون واحد الرضا بهذاك المنتوج، يعني عندك واحد التجربه معاه، يعني كتكون فريمون كتحس بالافيكاسيتي، يعني بانه ذاك المنتوج الجوده ديالو عاليه جدا. ملي كتستهلك ذاك المنتوج وكتلقى عليه راحتك اولا كتشوف تبارك الله النتائج اللي كتكون من مورا الاستهلاك، شنو كدير؟ ناتوريلمون كتقاسم التجربه ديالك مع هذا المنتوج. كيف ما الا مشينا شرينا شي حاجه من شي بلاصه وكنا يعني ساتيسفي من هذاك لو سيرفيس ديال هذاك الحانوت ولا داك الماكازا، اوتوماتيكمون ملي غادي نتلاقاو بصحابنا وبعائلتنا وبالناس اللي دايرين بينا غادي نتقاسموا التجربه ديالنا، غادي نغوكومونديو، سي لا ريكومونداسيون، يعني التقاسم ديال التجربه ديالنا مع الناس. ملي كتبدا تقاسم التجربه ديالك مع الناس اوتوماتيكمون شنو كيجيو من بعد؟ كيجيو دي كوموند، يعني الناس كيكونوا حتى مهتمين بانه يستهلكوا هذاك المنتوج اللي انت حطيتي عليه راحتك، يعني بحكم انه انت تقاسمتي مع التجربه ديالك. فما الا قلتي لي اليوم انا جيت سولتك في المدينه ديالك الا بغيت نمشي نتغدى ولا نتعشى في بلاصه باش تنصحني، تقولي راه كاين واحد الريستورون زويون في واحد البلاصه الفلانيه وراه الماكله عندهم زوينه وراني جربتها، اوتوماتيكمون انا غادي نمشي لهذاك هذاك المقهى ولا غادي نمشي لهذاك الريستورون. انت شنو ربحتي؟ ما ربحتي والو، والريستورون هو اللي ربح. هنا كتكون ربحتي صحتك حيتاش انت استهلكتي المنتوج، قاسمتي التجربه ديالك ديال المنتوج مع الناس، التجربه بطبيعه الحال غادي تجيب لنا واحد الطلبيات، هنا كيكونوا ارباح. يعني اون فوا انت غادي يكون عندك ارباح بطبيعه الحال، منين غادي تشوف ناس واحد اخرين اللي حتى هما محتاجين بانهم يكون عندهم واحد الدخل اضافي او لا محتاجين مثلا يكون عندهم واحد يعني مثلا فرصه عمل، او انت غادي تقاسم معاهم الفرصه بالمشروع. رابع حاجه اللي تكون مهمه بزاف هي تطوير الفريق، يعني حاجه كتجي من مورا حاجه. هادو هما الاربعه ديال الركايز ديال الخدمه ديالنا مع فوريفر. الا جيتي وتلاحظوا هذه حاجه اللي هي بسيطه وسهله جدا او لا؟ دونك هادي هضرنا على الطريقه ديال العمل. دابا اشنو غادي نربحو مع فوريفر؟ فوريفر عطيه واحد مخطط الارباح اللي هو مبني على الكفاءه وعلى يعني الخدمه ديال كل واحد، يعني ان سيستيم دو ميريت. تبارك الله الى جينا نشوفوا لو ديتاي ديالو، يعني كيمكنك تحقق الاهداف ديالك على حسب انت بعد النظر ديالك فين بغيتي يوصل، ولا حبستيه راك انت اللي غادي تحبسو، حيتاش هاد مخطط الارباح والمكافآت ما عندوش سقف، ما كاينش شي واحد يقول لك صافي بركه بركه عليك ربحتي بزاف صافي حدك تما، لا ما كاينش. شحال من انت كانت عندك يعني اهداف كبيره راه ممكن تلقى راسك في هذا مخطط الارباح وممكن تحقق هذوك الاهداف. يعني كاين هنا اللي كتشوفوا في هذا السلايد كان عندنا واحد خمسه ديال الدرجات، هاد الخمسه ديال الدرجات باش كدوز من درجه لدرجه لدرجه لدرجه،
يكون واحد طريقة ديال العمل اللي كتكون واحد التقطير طبيعة الحال، وكتقدر تتسلق هذا السلم بشوية بشوية حتى وكان كتقدر توصل للديغراد اللي هما كيمكنوك عاوتاني باش توصل الأهداف اللي هما ما أكبر. يعني أول غراد اللي كيكون عندنا يعني باش كتقول بسم الله كاين لو كليون بريفيليجي. لو كليون بريفيليجي هو واحد الشخص اللي يعني كيبدا في لافير كي كونسومي لي برودوي بواحد الثمن اللي كيكون ناقص. بالنسبه لانيماتور ادجوان حتى هو واحد الشخص اللي كيكون عنده لو ستاتو ديال مقاول، اللي كيكون عنده واحد النسبه ديال يعني واحد النسبه اكس، بلا ما ندخلوا دابا في النسب باش ما ندخلوش في لي ديتاي بزاف، يعني غير باش تفهموا لو كونسيبت. يعني كتكون عندك واحد النسبه ديال الارباح بالنسبه للمنتوجات. لانيماتور كذلك، لو ماناجر كذلك، الماناجر ادجوان كذلك، اي لو ماناجر. دونك هاد المخطط ديال الارباح يعني كيمكنك بانه تاخذ يعني توصل وتحقق دوك الاهداف ديالك كاملين. ولكن نقدر نخلي سي يونس يشرح لي اكثر لي ديتاي. مرحبا مرحبا مدام ايمان، تبارك الله عليك مدام ايمان، شكرا بعد على الحضور ديالك وعلى الوقت ديالك ربي وعلى العرض ديالك الرائع. اذا شكرا. مدام ايمان ديجا كنعرفوها ديجا اونتربرونورز من قبل، و ملي كنقول اونتربرونور كيكون كيدير الفرق بين المقاوله اللي كانت عنده الكلاسيكيه مع لو ام ال ام، وهذا لو ام ال ام بيان سور راه سي كيقدم دي سوليسيون لي زونتربرونور قبل من اي واحد. داكور، لان حنا كنهضروا على اونتربرونور ما كنهضروش على سالاريا، ولا كنهضروا على شي حاجه اخرى، ولا شي حاجه شي كنهضروا على بيزنس. اذا بالنسبه لمدام ايمان، هذا اول حاجه تبارك الله عليك، حيت البدايه كيفاش كانت في الاول هو انه كنحطوا الناس علاش غنبداو هذا الخوش. يعني الناس اللي حاضر معنا بعدا تبارك الله اليوم، الناس عندهم اوبجيكتيف في الحياه، وهاد لي زوبجيكتيف باغي نحققهم، ولكن كيقلبوا على لو سيبو ولا الحامل باش يقدر يوصلوا للهدف ديالهم. اذا انا كل واحد فيهم تبارك الله راه قيد الاهداف ديالو، ومن بعد بطبيعه الحال غنرجعوا لك الاهداف. يعني النهايه غتكون ديال الله ديال هذا العرض غتكون مع مدام ايمان. اذا شكون هو عبد الربي؟ انا معكم يونس كتيب، 45 سنه، اكس زيد دو سوسيتي تيلي كومينيكاسيون، عندي تبارك الله شي 22 عام في الخدمه، يعني كنكون في الخدمه اون جينيرال، ديجا 4 سنين ديال الخدمه يعني كوم سالاري، من بعد واحد 3 سنين موراها فريلانس، ومن موراها درت السوسيتي ديالي الاولى في 2007، ومن موراها درت السوسيتي ديالي الثانيه في 2009 ريزون بريمي ماروك تيليكوم، وفي 2011 تعرفت على فوغافاغ. دابا عندي تبارك الله تقريبا واحد 12 عام فوغافاغ، الحمد لله خبره، الحمد لله في هذا الميدان المتواضعه. واليوم بيان سور الحضور ديالنا معكم ما جاش بالصدفه، جا كيف ما تعطاتنا هذه الفرصه كنقدموها لكم انتوما، بطبيعه الحال كنقدموها كاوبورتيتي كفرصه اللي بالنسبه للناس كيقلبوا على هذه الفرصه. داكوغ، اذا شفنا مع مدام ايمان شكون هي فوغافا شنو كدير، دابا غندوزو الطريقه ديال الشغال تبارك الله هي تكلمت، وبهذيك الطريقه اللي هي مبسطه اللي كان كيديرها اي واحد في الحياه ديالو، وسيرتو الناس اللي كيبغيو الخير، الناس كيبارطاجيو الخير. نقدر نقول لكم فوغافا بالنسبه للناس اللي هما كيبارطاجيو الخير، يعني كيجرب واحد الحاجه كيهضر عليها بواحد ليزيمونسيون وما كيخليهاش عنده، نقدر نقول لكم هذا البروجي يعني راك يعني موالم معاك، نقدر نقول لك 99%. داكوغ، بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك ديال البارطاج شي شويه ضعيف، غنقول لكم هذه فرصه انكم تعطاكم فرصه انكم تبارطاجوا الخير مع الناس، لانه البرودوي اللي تكلمت عليه مدام ايمان راه شي حاجه ما محتاجش نهضروا عليها بزاف، محتاجه انها تيستا، غادي يبان لكم يعني الجوده ديالها، ومن موراها بيان سور الاجر اللي كناخذوا غناخذوا من موراها اجره عن طريق هذا المخطط ديال المكافآت. هذا المخطط المكافآت مدام ايمان، الا جيتي ديري واحد المقارنه مع الفورنيسور اللي كنت كتعامل معاه، او بيان مع يعني لو كونسيبت اللي كنتي فيه، شنو هي لا غومينيغاسيون اللي كانت عندك؟ كتقلب كتلقى عندك ربح واحد، المقاوله الكلاسيكيه فيها ربح واحد، الا لا كانت عندك شي علاقه مع شي فورنيسور يقدر يكون عندك ربح ديال انك شنو كتربح، والربح الثاني شكون هو؟ هو عن طريق انك درتي واحد لوبجيكتيف في الشركه وغتخلص كاع. داكوغ، بون مع فور ايفر الحمد لله، كيف كتشوفوا كاين بعد واحد المدرج، كاين يعني واحد السلوم، يعني انت كتبدا كيبان لك راسك مستقبلا فين غادي توصل، وهاد الطلعات اللي كتشوفهم هو عباره على شي فرد افير، ماشي هضره، شي فرد افير هي إيه. يعني المقاوله باش كنعرفوها ناجحه كيف ما تكون كيف ما بغات تكون كنشوفوها بلوس شي فرد افير،
كيف ما كتشوفوا هنايا، كتبدا كليون بريفيليجي، كتيستي البرودوي وبيان ادخل مباشره انيماتور ادجوان بعد ما انك جربتي البرودوي لقيت عليه واحد النتيجه. وهنا كتقلب كيفاش ترتقي المخطط المكافآت اللي هو عباره على شيفر دافير، عباره على اربعه الحويجات اللي تكلمنا عليهم. اذا فوغيفا شنو كتقدم لنا؟ كتقدم لنا ستة انواع الارباح. وغنبداو بالربح الاول اللي هو غيجي عن طريق التقاسم اللي تكلمت عليه. بعد ما سيركتي البرودوي سيركتي داكشي اللي عندك في الدار ديك بليزيور مارك حيدتهم درتي ان سول مارك تيستي سو البرودوي بدا كيبان لك الفرق لقيتي واحد النتيجه بديت كتبارطاج. لو بارطاج عندنا في فوغيفا تقريبا بيني وبينكم علي ما بغاش اونتر 2000 4000 درهم علي ما بغاش يدخلها في الشهر. بون من مور بارطاج بويسكو انك بغيتي كتدخل من تخوش غادي دير غاتولي كتبارطاج حتى الفكره ديال المشروع. لو بارطاج ديالك ديال الفكره ديال المشروع وهنا كتبني واحد الفريق اللي هو صغير يمكن انه المدخول ديالك يديباسي 4000 يوصل حتى ل 15000 درهم. علاش؟ حيت ما بقيتيش عاد كتبارطاجيها بوحدك ولا معاك فريق حتى هو كيدير لا ميم شوز، حتى هو سالك المنتوج لقى واحد النتيجه بدا حتى هو كيبارطاجي يعني التجربه ديالو مع الناس وفي نفس الوقت عطى فرص لناس اخرين. تشكيل فريق كبير هو انك لقيتها اللي وصلتي واحد المستوى انك ولات عندك فريق وليت كتكون من الناس من اللي معاك في الفريق اللي هما كيقلبوا على الديفلوبمون كتلقى دي ديفلوبور يعني عندهم دي زوبجيكتيف كبار حتى هما اشتغلتي معاهم على اساس حتى هما يوليو بحالك. يعني كنقول بحالك ولا يولي كيولي انسان قائم بذاته، يعني كيولي قائم يعني كيولي قادر انه يجيري المقاوله ديالو بطبيعه الحال مع الفريق ديالو. اذا هنا المدخول يمكن يديباسي 20000 درهم الى ما فوق. وتبارك الله عندنا كبار عندنا في المغرب، تبارك الله الناس اللي حقهم في المغرب الحمد لله. انا هاد لي شيف اللي كتشوفهم دابا راه درتهم الشيف الربح الاول دخلته في الشهر الاول، الربح الثاني كان عندي تقريبا 11 شهر بس وصلت 15000 درهم باغ موا، والربح اللي كتشوفوا الثالث هو كنقولوا بليس تقريبا وليت كندخلو من العام ديالي الاول يعني 12 شهر وليت كندخل هذا المدخول كتشوفوه فما فوق. ما حدي انا الحمد لله كنكون الفريق ديالي، ما حد كنرجع ناس اوتونوم، لقيت راسي انني كنديباسي هاد الارقام توصلت تصل الارقام. بيان سور ما عندناش ارباح يعني كما كتشوفوا هي ماديه، ولكن عندنا تحفيزات. هاد التحفيزات غنبدا باول تحفيز هو واحد التحفيزات اللي هي داخليه التحفيزات اللي حنا دايرينها واحد المجموعه ديال المانجر كيتسماو ليدرشيب تيم، هي واحد الجروب اللي هما جروب ديال المانجر اللي هما تبارك الله من بين القاده الكبار اللي عندنا حنا في المغرب، اللي هما ناس اللي هما ديسيبليني اللي عندهم دي يعني ان اوبجيكتيف اللي الحمد لله باين عندنا اون فيزيون اللي هي وحده. وحاولنا نحطوا دي تشالنج بعضياتنا للفريق ديالنا. شنو هو الاوبجيكتيف من هذا التشالنج؟ هو انه هذا الشخص اللي هو جاي ما كتعرفش هو جاي اما كيكون سالاري ولا كتكون ربات بيت ولا ايتيديون ولا كتلقى لنا مثلا خدام اوتونوم ولا عنده واحد اونتربرونور. بون هاد لي تشالنج حنا ربطناهم الناس اللي ما كي يلا بدا دائما كيتسنى، ماشي هو اللي غيحط لوبجيكتيف، كيتسنى شي حد غيحط له لوبجيكتيف. قلنا هاد لي تشالنج هما صراحه لو انه الانسان ما كيشتغل عليهم يعرف بانه لونتربريز ديالو راه غدا يعني الحمد لله في ارتقاء. اذا اول تشالنج درنا تشالنج اف باتيف واحد الشخص الحمد لله اللي حق واحد لونوغ ديال السي سي ولا واحد العاده واحد شي فضافه نعرضوا عليه بطبيعه الحال. بحال دابا ان شاء الله بروشانمون غيكون عندنا واحد الافطار جماعي وبيا واحد لا جورني كندوزو اونصومبل، وفي نفس الوقت كيكون واحد الماستر مايند. التشالنج الثاني هو تشالنج اف بي او بلس، يعني واحد الناس اللي هما حق واحد الشيف ولكن اكثر من هذاك الشيف دافير اللي داروه من قبل، يعني بحال اللي كتيستي راسك انت علاش قال. بيان سور هنايا في هاد لو تشالنج كتكون فيهم واحد لا ريكونيسونس ابار هاد العراضه، كتكون واحد لا ريكونيسونس في واحد الحفل كنديروه حنا لي ماناجور بعضياتنا مع الفريق ديالنا والتتويج ديالو كتعطيو الكلمه كيفاش هو تبارك الله استطاع انه بهذه الفرصه انه بدا يحقق يعني واحد المداخيل وفي نفس الوقت انه بدا هو كيساعد ناس اخرين. ولو تشالنج الثالث اللي هو جو تو سوبرفايزر. سوبرفايزر كيف ما شفتوا الكراد اللي قبل، لي كراد كاين واحد الكراد سميتو انيماتور. هذا الكراد هذا هو انك شكلتي فريق صغير وارتقيتي في المقاوله ديالك. بيان سور هذا التشالنج كنعرضوا عليك واحد السفريه اللي فيها جوج دو نويتي جوج الليله الليالي وهي ثلاث ايام في واحد الاوتيل فخم الحمد لله في مدنيه سياحيه عندنا في المغرب بحال بحال مدينه مراكش. يعني كتدخل البراسلي ديالك ما كتلقاش الجيب ديالك. وعندنا التشالنج الاخير اللي هو جو تو ماناجر ان شاء الله فواياج لتركيا. الناس اللي غيديروا جراد ماناجر ان شاء الله غيمشيو لهذا الفواياج شنو فيه في الطياره وفيه كذلك لوتيل. وكاين التشالنج اللي هما دايرهم فوغيفاغ لان لا تخطيتي هذا التشالنج وبقيتي راسك كتحقهم عرف راسك انك مباشره غدوز للتشالنج دايرهم فوغيفاغ. اول تشالنج غنتكلم عليه هو فوريفر تو درايف، فيه ثلاثه ديال المستويات بطبيعه الحال في واحد كونديسيون. اذا من بين لي كونديسيون هو انك تكون ماناجر هذه الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه هو انك لحقتي واحد النومبر ديال لي سي سي في الشهر الاول والشهر الثالث
يعني المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، فوغ افاغ يعني كتعطيك من 400 اورو بار مون كتوصل حتى 800 اورو بار مون لمده 3 سنوات. وهنا كنشوفوا تبارك الله نماذج ديال النجاح اللي حققوا هذا التشالنج، منهم مدام سكينه والسي امين لويزي المستوى الثالث، السي عبد الهادي مغربي اللي هو المستوى الاول، مادموزيل شيماء السماري اللي هي المستوى الاول، كذلك عبد الربيه المستوى الاول والثاني والثالث، كذلك مدام سعاد والسي سعيد المستوى الاول، وكذلك السي ابراهيم السهيلي من مدينه رشيديه المستوى الاول، السي حسن ابو الوفاء استاذ ديال اللغه كان كيقري استاذ ديال اللغه الانجليزيه المستوى الاول، وكذلك السي حسن ومدام جمعه المستوى الاول المستوى الثاني والمستوى الثالث. اذا هاد الناس هادو ناس عاديين، وكيف ما استطاعوا انهم يحققوا هذا التشالنج بوكوا با، علاش انتم ما يمكنكمش انكم تحققوه. التشالنج اللي موراه كيتسمى جلوبال رالي او بيا ايجل ماناجر، هاد جوج ديال لي تشالنج هما تشالنج اللي هما كبار، ولكن باش مرتبطين بواحد لو فواياج اللي كتعطينا فوغ افاغ، وهذا الفواياج كيكون مدفوع بالكامل فيها الطياره والاوتيل وكذلك لاجون دو بوش. اجي نشوفوا شنو هما السفرات اللي دازو من قبل. كان لو فواياج اللي هو غيكون ان شاء الله يعني كان في كان في بالي في 2022، وكذلك كان في دبي في ابو ظبي بليتو، انا كنت حضرت لابو ظبي الحمد لله، واحد شنو نقول لكم واحد السفريه اللي فوغ ايفر جمعت كاع 160 دوله تكلمت عليها ومدام سعاد لي ماناجور اللي حققوا هذا لو تشالنج. كذلك لو تشالنج ولا لو فواياج ديال بالي اللي غيكون ان شاء الله بعد شهر 4، حتى هو كذلك مدفوع بالتكاليف. يمكن نقولوا بالي راه واحد الوجهه السياحيه اللي تبارك الله، واي واحد كيطمح انه يكون في هذه البلاد هذه، والجميل في الامر هو انك انت ما كتقش الجيب ديالك في هذه السفريه. لي فواياج اللي هما كانوا قبل كانت ستوكهولم، وكانت كذلك دالاس، وكانت باتايا. الحمد لله عبد ربي حتى هو حضر دالاس، وكذلك حضر ستوكهولم، ومعنا ديما راجع تبارك الله اللي مشاو لباتايا. واللي غيكون في 2023 بيتو غيكون ان شاء الله عندنا هذا العام كذلك باتايا، في اللي كان عندنا ديجا كان بيتو كان في باتايا في 2023 في شهر 4. اذا السفريه اللي كانت هي الخيال العلمي. اذا الحمد لله والشكر لله، يعني فوغ افاغ هذه هي ديال فوغ افاغ، يعني توجور يعني كاين توجور كاين لي فواياج. اذا بوكو با، علاش الواحد ما يخدمش، علاش ما يشتغلش؟ شنو هي المساله؟ المساله ديال اش؟ المساله ديال انه الانسان كيحط ان اوبجيكتيف ديجا كاين ان سي بور لو كوي غنخدم عليه، كيف ما خدموا عليه الناس علاش الناس حنا ما خدموش عليه. اذا على الذكر انه كان كون كانت العام اللي فات، وباتايا غتكون ان شاء الله غتكون ان شاء الله عندنا في هذا 2023. اذا بعد الصور ديال المغاربه اللي تبارك الله حققوا هذا التشالنج هذا، كيف ما كتشوفوا الصوره اللي جات الوسط اللي هي مع المؤسس ديال الشركه السي مسكين رحمه الله يرحمه، الابن ديالو دابا هو اللي شد الشركه، وكتبقى الصوره خالده في المقر ديال الشركه فوغ افاغ فينيكس. وكنشوفوا تما لي فوتو يعني لي دي ماناجير تبارك الله اللي كاين في مجموعه ديال ليدرشيب تيم اللي تبارك الله استطاعوا انهم يحققوا هاد السفريات. باقي لنا واحد التشالنج اخر اللي هو التشيرمان بونيس، اللي هو بحال اللي كنقولوا الربح السادس مع فوغ ايفر. اذا هاد التشيرمان بونيس هو ان فوغ ايفر كتقاسم الارباح ديالها مع لي بارتنير معاها. حنا راه ماشي دي زومبلوي ولا دي سالاري، حنا دي بارتنير. اذا حققتي لي كونديسيون كتقول لك اسيدي مرحبا بك راك معنا في هاد الحمد لله في هاد الواحد، كتاخذ من لاباغ ديالك من الارباح ديال لاسوسييت، يعني كتاخذ واحد جوج ونص ثلاثه من الارباح ديالها وكتقسمها على كاع لي ماناجر اللي حققوا لي كونديسيون. سي عبد الهادي مغربي تبارك الله راه فوق 6000 اورو ولا 6000 دولار، يعني تقريبا نقول واحد 7 مليون مغربيه. عبد ربي تقريبا شي 11 مليون مغربيه. سي حسن ومدام نجمه تقريبا واحد 47 حتى نقول 50 مليون مغربيه. وكاين واحد المجموعه ديال النماذج اللي تبارك الله تما حققوا هاد لو تشالنج، كاين في السعوديه تقريبا 381 مليون، وكذلك هاد الناس هادو كذلك اللي ما تقريبا 114 مليون، وكذا كيبقى نيميرو 1 هو مليار و500 مليون. اذا فوالا هاد لي شيفر، ربما الناس اللي حاضرين معنا ما مولفنش هاد الارقام، ربما بقاو خدامين عند شي ناس كتلقى كتحسب هاد لي شيفر، ولكن كتلقى راسك هاد الشيء باش تحقق هاد الشيء كتقول نو ما عنديش الامكانيه. اذا فوالا هذا هو لو سيبور ديالنا، هذه هي فوغ افاغ. عرفنا شنو كدير، عرفنا شكون هي فوغ افاغ، عرفنا شنو كدير، عرفنا الطريقه ديال الشغل ديالها، عرفنا شنو هما الارباح ديالها. اذا واش هذا لو سيبور هذا، واش نظركم واش هو فرصه انكم باش تقدروا انكم تحققوا الاهداف ديالكم؟ اذا ابار الارباح هذه شفتوها معنا، عندنا واحد المجموعه ديال لي زافونتاج اللي بعض المرات كتلقى انه لا بيرسون كيبغي كيقول يلاه اكتشف هذا المشروع، كيقول واش دابا هذا البروجي واش نقدر، راه هادشي راه مزيان، ولكن واش يقدر انه كيتوالم معايا انا، بحكم كيكون كل واحد الظروف ديال العمل ديالو، وبيان درنا مثلا شخصيته، وبيان درنا مثلا كتلقى عنده شي حويجات اللي ما كيشوفش راسو، كيشوف راسو فيهم، ولكن
دابا غنتقاس معكم لي زافونتاج اللي عندنا ابار الامور اللي كنقول هي ماديه فوغ ايفر، هي كاين واحد المرونه في العمل. شنو كنقصد بالمرونه في العمل؟ كنلقى بعض المرات كنقول دابا انا راه ما عنديش الوقت، ولا كتلقى انا راني خدام وكيفاش غادي ندير. بون فوغ ايفر كتقول شوف بقى في خدمتك في مقر ديال العمل ديال كيف ما عبد ربي تعرفت عليا فوغ ايفر في المقر ديال العمل ديال السيده. اذا فهمت بان فوغ ايفر قادر انك ديرها وانت خدام داكوغ، يعني ما كت وقتك يعني ديال الخدمه ما كيتقاش، شنو ما كنتي كدير كاين كتكون لاصقه فيها فوغ ايفر. واحد المساله اخرى هي المساله ديال لاكومبانيمون، هذه القضيه قاصتني مزيان لانه كنت كنقول انا الدومين ماشي ديالي، ولكن نهار فهمت بانه هذا الميدان كاين واحد الشخص اللي هو البارال ديالك ولا الماناجر ديالك كيواكبك في كل خطوه من الخطوات باش لانك ترتقي في هذا المشروع. صراحه انا عجبني الحال، وكذلك كاين الاعتراف والتقدير، ربما بزاف ديال السالاريين ما كي كتلقاهم عندهم هاد كتلقى كيخدم كيضرب تماره، ولا حنا كاع لي زونتربرونور من قبل كتعمل مع دي فورنيسور هادي، ولكن ما كاينش القضيه ديال يقول لك عا تبارك الله عليك نو ما كايناش، ولا يقول لك شوف راه عندك واحد شوف راه عندك واحد شي حاجه واجي نكرموك درنا مثال، ما كاينش هادشي كامل. وكذلك في المجموعه ديال ليدرشيب تيم دايره واحد المجموعه ديال الادوات ديال العمل، يعني دي زوتي كاين على السيستم اللي هو موجود من ا تير زد اللي كيساعدك انك باش يمكن لك يعني ترتقي في هذه المقاوله. اذا غنرجع لمدام ايمان وغنرجعوا لاجوندا وهذاك السيلو، وشنو قيدتوا شنو هما الاهداف ولا هذوك الانتظارات ديالكم اللي كنتوا يعني حطيتوها في البدايه ديال البروجي ولا البدايه ديال لا بريزونطاسيون. اذا مدام ايمان كنظن وقيلا راه قلتي لي بحال اللي خرجتي في الاول، انا غنعطيك ان شاء الله كو انيماتور. فوالا مدام ايمان. شكرا شكرا سي يونس، شكرا على هذه المعلومات وعلى هاد لي ديتاي اللي بصراحه السؤال اللي قلتي يعني بالنسبه لهاد لو سوبور واش ممكن يوصلك بانه تحقق الاهداف ديالك. انا بيرسونيلمون كنشوف بانه بالنسبه لي انا يعني كايمان سي ان سوبور اللي ممكن يوصل يحقق لي الاهداف اللي انا حاطه. ولكن غادي نرجع نسولكم نتوما، بغيت نعرف واش الا كانوا معنا ضيوف واش ممكن يهزو يديهم. سي بوسيبل الا كانوا معنا ضيوف. اوكي الوغ رجاء غادي نفتح لك لو ميكرو. فوالا محلول. السلام عليكم رجاء. سلام اختي دايره لاباس عليك رجاء؟ وي عليك، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، ربي يخليك. ربي يخليك رجاء. واش كتبتي الأهداف ديالك الانتظارات؟ ممكن أنا بغى نحققهم. نعم ليك أنا كتسمعيني؟ كنسمعك. قلت لك انايا في الاول كنت غلطت حالي، ولكن دابا انا بغيتهم كاملين. بغيتهم كاملين. الا جيتي تختاري منهم يعني ندير واحد الترتيب يعني توب توب ثلاثة. الا جينا نديرو ثلاثة المهمين، اول ثلاثة في لا ليست ديالك. الصحة والحرية الشخصية اسمع الصحة والحرية الشخصية اها والفلوس راكي عارف كنا فلوس لا فلوس فيتامين دي اش. واخا رجاء اليوم الا قلنا انك
واحد الحرية مالية، شنو بالنسبة لك الرقم اللي ممكن تحطيه؟ آخر ما سمعتش مزيان. رجع إلى جينا على الحرية المالية، شنو هو نعم. المدخول واحد الرقم تقدري تحطيه وتقولي إلى وصلك لهذا المدخول راجعني مزيان. كني خرج ما سمعتش نعم حيت كي تقطع الصوت ما كان ما توصلنيش الهضره مزيان. واقيلا كاين مشكل ديال الكونيكسيون. قلت لك الا اختارينا بالنسبه للحريه الماديه شنو هو الرقم؟ مازال ما عرفتش. المهم انا طرات شي رقم محدد في المخيل ديالي، مازال ما عرفتش. مازال ما عرفتيش، اختاري انت زعما هذا الحلم ديالك انت، يعني بالنسبه لك اليوم الا تقترحت عليك واحد الخدمه ولا واحد الفرصه اللي غادي يكون عندك فيها واحد المدخول، شنو هو المدخول تقدري تحطي في بالك تقولي بعدا الا كان عندي هذا المدخول هذا راني غنعيش مرتاحه. شي مدخل بحال شوفي حتى الرقم اللي انت حره. ما عرفتش ضروري ضروري الانسان تكون عنده هاد الريفليكسيون هادي. وي سيونس دابا هو الصراحه زعما سبحان الله العظيم، انا كنقدر نقول لك انا قبل فوغيفاغ وربما قبل ما ندير لونتربريز ديالي، ملي كيكون الانسان يعني عنده واحد الوضع معين، واحد الوضع معين كيولي كيجي صعيب، هو عايش يعني كيعيش واحد الوضع ياك وعنده ان بلافون، ما مولفش انه يسولو شي حد يقول له شنو المدخول اللي بغيتي، ما كايناش في القاموس كاع مره كاع. اذا بيان سور فور الحمد لله هذه هي فرصه. اذا الشخص اللي كتقول له نهار الاول شنو المدخول اللي كتشوف راسك انت تعيش فيه مرتاح، هذا السؤال ما كانش كيتطرح عمرو تطرح عليه وما عندوش عليه جواب، ولهذا ما فيها بس ان شاء الله مدام رجاء مزيان انك بعد ما انك حضرتي معنا هذه لابريزونطاسيون. مدام رجاء تبارك الله ديجا مقاوله معنا، يلا ديجا بدات ماشي بزاف، يلا تقريبا ماشي بزاف شي شهرين تبارك الله مقاوله نشيطه والحمد لله راه حقات مداخيل الحمد لله مع فوغيفا في هذه المده هذه. اذا كاين مداخيل ديجا عندنا واحد التجربه زوينه في البرودوي، تقاسم حتى تبارك الله التجربه ديالها مع الناس، يعني كتقاسم المنتوج مع الناس وتبارك الله يعني تحت تعطير ديال السي امين الوالي، حقات مداخيل دار ديبوتيكا دوميسيل، الناس اللي كيقوا فيها الحمد لله حضروا معنا، حضرت واحد لابريزونطاسيون معها في الدار ديالها، يعني كاينه واحد الشعله. اذا اللي كيبقى دابا ما فيها باس ان شاء الله ترجع عند السي امين الوالي وتحط الاهداف ديالك من غير هذه المداخيل اللي كتدخلي دابا شهريه، حطي انت فين شنو باغا توصلي وركزي على هاد الصوره هذه، ركزي عليها مزيان اللي كتشوفيها قدامك، شنو هما الانتظارات ديالك، شنو انت باغيه من فوغيفا، شنو باغا تحقي من فوغيفا. اذا في الاول كنقول شنو انت باغا تحقي، دابا شنو باغي تحقي من هاد المقاوله ديال فوغيفا. داكور مدام رجاء، حاولي دير شي جلسه مزيان، خدي الورقه ديالك بينك وبين راسك وعيطي للسي امين الوالي ويقاد معك هاد المسائل كامله باش انت هذا المشروع تبارك الله هو كبير، يعني ما يكونش كتاخذي منه واحد شي شويه هذاك المدخول الاضافي، لا علاش لا انا ما كنتش ماناجر، علاش انا ما نديرش الطوموبيل ديالي، علاش انا ما نسافرش مع هاد الناس هادو تبارك كيف ما هما سافروا، علاش ما وصلتش لك الحريه الماليه بالنسبه لك كيما قلنا مدام ايمان حاولت قالت عطيني واحد الرقم ما قدرتش تحطيه، لا غنولي نحط انا شنو باغا، تدق قضيه الحريه ديال الوقت، انا كل يوم كنت مره مع راسي نخدم فيما بغيت الوقت اللي بغيت مع من بغيت، وهاد المسائل كلها ما قيدتيهمش بيني وبينك ما كتلقاش راك كتاخذ فوغيفا شي حاجه ليا كبير. داكوغ، اذا شكرا مدام رجاء، كنشكرك بعدا اول حاجه على انك تبارك الله انك تكون هزيتي يدك، برافو عليك، ومدام رجاء ما كانش هكا في البدايه ديالها. اذا فوالا هادشي اللي كاين مدام ايمان. وي سي يونس، الصراحه هاد التمرين هذا قلتي مهم بزاف الانسان يديرو،
احنا بصراحة بحكم التربية ديالنا بحكم الثقافة ديالنا ما عندناش واحد الثقافة مالية، ولكن ما فيها باس الإنسان يجلس ويحط الأهداف ديالو. راه هذاك الحلم ديالك انت تحت ما غادي تدخل فيه، تحت ما يقول لك لا راه بزاف عليك ولا قليلة عليك، راك انت اللي كتحدد السقف ديالك فين بغيتي توصل. يا اما كتحدو صغير ولا تحدو كبير، هذيك الشيء كيبقى راجع ليك انت، وانت حر فيه، وانت حر بانك تثق فيه وتخدم عليه وتوصل ليه. حتى حد ممكن يقول لك لا. الحمد لله كاين واحد لو سيبور اللي ممكن يقدر يوصل، ولكن انا ثلاثه الاسئله اللي نقدر نطلب منكم تتجلسوا هكا مع راسكم وخذوا هاد الاجنده هادي، بتات نساليو هاد العرض هذا، تفكروا فيهم شنو بغيت. يعني انا اليوم هنا فين بغيت نوصل، هذا راه سؤال مهم. يعني ما يمكنش انسان غير شد الطوموبيل وشد الطريق ما عارفش راسو فين غادي، ولا غادي نركب في شي طران ما عارفش الاتجاه ديالو. يعني نحط بعدا شنو من الاهداف ديالي، شنو بغيت. هذه اول حاجه. بالنسبه للناس اللي مازال كيفكروا وكيقلبوا على دي زوبورتونيتي، منين غادي تفكر في اشنو بغيت، غنفكر في شنو هما الحلول اللي عندي باش نوصل لداكشي اللي بغيت. شنو واش عندي حلول بديلة باش غادي يوصلوني لهذوك الاهداف اللي انا حاطها. ثالث حاجه، الى الحلول اللي كنفكر فيهم، الى جينا نحطوا لو بروجي اللي هضرنا عليه حاليا، وهذا النظام اللي كنهضروا عليه حاليا، وهذا تبارك الله الخير اللي عطيه لينا فوريفر، واش نقدر نشوف راسي في قلب منه، واش نقدر نشوفه كسبور يوصلني نحقق هاد الاهداف. فكر بعدا في هاد الثلاثه ديال النقاط، ديك الساعه نقدروا ندوزو لدوطخ زيتاب. حيتاش هاد التفكير هاد لا ريفليكسيون اللي كديرها مع راسك مهمه 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 بزاف. وكل واحد من بعد ديك الساعه غادي يتواصل مع الماناجر ديالو اولا مع الشخص اللي عرضه، ويناقش معاه هاد المواضيع هادي. وكونوا اكيدين اكيدين ملي كتحدد الوجهه ديالك راه كتخدم ديك الساعه، كتحط ليها خطه عمل، والحمد لله كاين جميع الظروف متوفره باش كل واحد فينا ان شاء الله ينجح ويحقق داكشي اللي هو كيتمنى. اذا شكرا مدام ايمان، شكرا للضيوف ديالنا، شكرا للمقاولين ديالنا. اذا غنقول لكم رمضان مبارك سعيد، والى الملتقى ان شاء الله. تبارك الله عليكم. إن شاء الله. شكرا شكرا للحضور، مع السلامة.